السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بقوم أكرموا القرآن وارتاحت الأرواح أن القوم قد اختارهم الإله، قد اختار الإله قلوبهم. متى تصير من غرس الهدى بستان، زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت قلوبهم سكينة في كتاب الله فوق رؤوسهم. يكون في الظلام فكان السلام عليهم. أهلا وسهلا بكم أحبابي الكرام، وصلى اللهم وسلم على رسول الله. في بداية دعوة الإسلام من الهم والحزن والغم انقطاع الوحي، فلم ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام لحكمة جليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أن تبدأ كتابة هذه الرسالة بإذن الله جل وعلا وأن يصل الإسلام. وكانت زوجة أبي لهب، فكانوا يقولون: يا محمد، يا محمد، تركك ربك وانقطع عنك الذي كنت تزعم به أنه رسول جميل، يعني على جبريل. أرجو أن يكون شيطانك قد ظهر. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. في هذه السورة العظيمة فضائل عديدة وعجائب كثيرة. قال بعض العلماء: أن يقرأ أنها العجب العجاب، وهي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. اقرأها 41 مرة، ومن قرأها 41 مرة أعطاه الله عز وجل البشارة ورفع عنه الهم والحزن وأرسل إليه كثير من المسائل الجميلة وأسعد الله قلبه. فإن هذه السورة العجيبة، هكذا يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: يا محمد، ولسوف أعطيك حتى ترضى. فأعطاه ليس له، فلا تخف ولا تحزن ولا تقلق، فإني قريب في من كان في دائرتنا. اقرأ سورة الضحى، فإذا وصل إلى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال أحد العلماء ويكررها 41 مرة، ثم يكمل السورة فتأتيه البشرى بإذن ربه. أحبابي الكرام، القرآن هو دواء القلوب. القرآن أحبابي الكرام هو العطاء الوفير. القرآن أحبابي الكرام هو السعادة، هو السعادة، هو فتح القلوب. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.